مكملين فوق 18. رح ننتقل لفقرة مختلفة تماما، لكن كان أستاذ وميد معنا بالفقرة الأولى، اضطرينا ناخده بهيدي الفقرة. بين التحرر باللباس وبين الحشمة، معايير أخلاقية أم حرية شخصية؟ بزمن السوشيال ميديا موضوع اللباس هو واحد من أكثر المواضيع الجدلية اللي بينقسم حولها الآراء ما بين أشخاص بيروحوا للآخر بالتشجيع على الحرية والانفتاح والتحرر باللباس، بمقابل أشخاص تانيين بيدعوا للحشمة وبيدينوا التحرر باللباس وبيعتبروه نوع من الانحلال الأخلاقي. هل ثيابنا، ملابسنا هي فعلاً مرايا لأخلاقنا، أو هي مجرد تعبير عن الاختلاف والهوية الفردية؟ لنناقش هالموضوع برحب بضيوفي بهالفقرة. شربل بحوص، طالب جامعي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا فيك. نور الحاج علي، مرشدة اجتماعية ومدربة تنمية ذاتية، أهلا وسهلا فيك نور. هنادي المشطوب، طالب جامعية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعتقد على تيك توك. وأيضا سوسن حجازي، ستايلست وأيضا ناشطة. من الشكل فينا نعتبر بشكل واضح، مع أنه أنا ما بحب أحكم على الشكل، ولكن مين مع حرية اللباس ومين ما بعرف إذا ضد حرية اللباس، وين هي الحدود؟ بدي بلش معك شربل. حضرتك يعني بتأسف أحكي بموضوع الطوائف، ولكن لست مسلم، فبالنهاية نحن منقول بشكل عام يعني المسيحي هو يمكن أكثر تحرراً بموضوع الملابس، ولكن أنت بتطلع على السوشيال ميديا، بتطلع على تيك توك وبتهاجم البنات اللي بيلبسوا يعني بيتعروا، صح. إذا صح التعبير، ليه؟ لأنه بالنسبة لي هو اللباس هو مراية الإنسان. يعني عندنا اليوم ما بقول عن حدا أنه هو منه منيح إذا لبس مش منيح، نعم، ولكن اليوم أنت تطلعت المجتمع أو تطلعت أي شاب بأي بنت بالعالم مما كان يكون، أول كومبليمان أو أول شيء بده يقوله بيطلع بملامح جسدها، بده ياخذ فكرة عنها بطريقة أنه هي طب ليه عم تبين جسدها للعالم؟ شو النفع؟ وهي عارفة أنه هي عم تعمل غلط، بس هي بتغطي حالها. مين قال لك؟ في ناس ما بتعتبر حالها عم تعمل غلط، بتعتبر أنه هيدي حرية شخصية 100%، بس ما حدا بيقول عن غلطه وغلط. بس اليوم اللباس مثل ما أنت قدمت الحلقة قلت أنه هو مراية الإنسان. أنا اليوم لما أشوف بنت محتشمة أنا بتشجع أني أحكي معها مثلاً صراحة. أنا غير المحتشمة، مع احترامي للبنات، تحكم على غير المحتشمة؟ أنا إيه بحكم أكيد. شو بتحكم؟ شو؟ في شيء اسمه موضة بحدود، في شيء اسمه موضة بفحش. هنادي، هل لباسك بعبر عن اللي بتفكري فيه، عن ما في داخلك؟ لباسي بعبر على ما في داخلي، بس لباسي ما بيحدد له للشخص إذا أنا حدا منيح ولا مش منيح. يعني ما يحكم علي من خلال لباسي، يحكم ليش أنا لبست هيك. ممكن أنا عندي شيء عم بعود فيه. ليه أنت بتلبسي هيك؟ مثلا أنا عندي مثلا أنا وصغيري صار معي حادث. شو صار معي؟ كانت احترقت، كهربت، أوكي. هيدا الشيء، هيدا طريقة اللبس، هيدا بتخليني أنا أوقف على المراية حس حالي ساتسفايد، مكتفية، اكتفي بحالي، حس أنه أنا حلوة عن اوكي. رغم هذا الشيء ضلني اشوف حالي حلوه، وكل حدا بيلبس اكيد عنده سبب ليش بيلبس، او ممكن من موضه. طبعا شايفين كل الموضه العالميه بتنزل، كل المصممين العالم لبس جريء. هنادي، قلتي لي تعرضتي لحادث بالطفوله، وانا شايفه يعني جزء من انت احترقتي، احترق جزء من وجهك، صحيح. هيدا الشيء عامل لك عقده نفسيه؟ انا ما بسميه عقده، لانه انا ليك قديش متصارحه مع حالي، وقديش بطلع بحكي، وانا بطلع على السوشيال ميديا ولا مره خبيت الشيء اللي صاير معي، انا بطلعه وما عندي اي مشكله. بس بحب البس لانه اوقف على المرايه وحس حالي انه انا ام ستيل بيوتيفول، انا عندي اشياء حلوه، الله اعطاني اشياء حلوه، اخذ شيء واعطاني شيء. ذاتس ات. نور، حضرتك متصالحه مع المرايه؟ مساء الخير اول شيء للمشاهدين ولحضرتك. اللي بدي وصله انه بحياته الحجاب والدين ما كان عزله الا عن الحرام لا عن الحياه. يعني انا بوجودي، شو يعني الحرام بنظرك؟ يعني النظرة ممكن تؤدي لحرام، المفاتن اللي مبينة بالجسد ممكن تؤدي لحرام بنظري أنا. ورغم كل شيء اشتغلته وعشته وتعرفت على انترناشنال كومبانيز واشتغلت مع انترناشنال NGOs، بحياته الحجاب ما وقفني من أني أعيش حياتي.
كنت عم عايش. لكن هيدا بناقض وضع كثير من المحجبات للحجاب للاسف. صح. طبعا هيدا امر يعني غير مقبول. بتم استبعادهم من وظائف من ضمن الاعلام الفن وامور كثيره. الحجاب بيكون عائق للاسف. نرجع بنقول للاسف صحيح بالمجتمع اللبناني. عم تعطينا صوره 100% انا كفريلانسر لانه شغلي كان بايدي وشهادتي كانت بايدي وعلماتي وفهماتي وثقافتي مثل ما بيقولوا كانوا معي، فانا كان سلاحي اني انا قادره ابين للمجتمع شيء غير جسدي. انا كنور مثلي مثل اي بنت، عنا نفس الاجساد المتشابهه، انا ببين حالي بشيء بيميزني بالنولج بالعلم بالثقافه. انا على الكلام هنادي انه هنادي عندها يعني انه نحن ناس مش متعلمين، انا متعلمه اكيد وببين اشياء غير جسدي وببين ما عم ببين جسدي الا انه عم بقنع حالي مش الناس، ما بيهمني الناس شو بتشوف، بيهمني انا شو أكيد بتشوف. اكيد بس بالنهايه في بابليك فيجر لإلك، يعني انت بس تشوفي حدا اول شيء عم ببين فيكي هو عم ببين شكلي، بس انا بلبس هيك مش بشكل فيلجر، انا بلبس ستايلش بس ما بوصل لمرحله. بقدر اسمع سوسن وبنرجع بنسمع تعليقك. سوسن انت ستايلست يعني بتشتغلي بتتعاطي بموضوع صح. الموضه صح. لباسنا هو هويتنا، يعني نحن شو بدنا نقول للاخر للمجتمع بنلبس صح. انا عشت كثير انه بلبس مسطر للعالم ما تحكم علي وما تقول هي لك شو لبست وهي اذا لبست هيك مدري شو. وصلت لمحل انه انا ما بقى اعمل شيء الا اللي انا مقتنعه فيه، يعني حجبوني وانا ما حجبوني. انت كنت محجبه؟ ايه باي عمر كنت 13. محجبه؟ مين حجبك؟ حدا من العائله بس مش امي وبي. قد ايه تحجبتي؟ كم؟ خمس سنين. بس خمس سنين انا مش محجبه لان انا بدي او لربي، انا محجبه لانه هن بدهم. فانا اللي بدي اعمل شيء مش لانه انا بدي اياه، ما هيك انا مكذبه على حالي وعليهم وعلى ربي. نعم. اللي بده يعمل شيء لربه يكون هو من جوا قريب منه مش بلبسه ولا بشيء. بس عم تقولي لي سوسن انه انا كنت لفتره مستره ايه بس مش كرمال الناس صح. وبعدين رجعت للوك مختلف. لا انا لرايي انا شو بدي رجعت انا نقي. ليه بدك تلبسي هيك؟ مش لانه انا هيك بحب. طبعا انا ما عم بحكم. أوكي. انا عم بسال. انا حدا بحب شو اللي بدك تقولي للاخر؟ في ستيل معين بحبه، بحب البسه، برتاح بس البسه، انا بكون انا. شو بتشعري؟ بيعطيكي ثقة بنفسك انك تكشفي من هلا موجودة الثقة لانه شو ما البس بظهر، كيف شو ما زدت علي بظهر، امرات هيك امرات بلبس كم بالصيف، سو انا بشو برتاح بظهر، ما بيهمني شو حيقولوا الاول حدا حيشوفني واللي كومنت دعمني ما رجعني، يعني وصلت عملت شغل من شيء انه من ثيابي من شيء بلبسه. طب سوسن بين ما انت تكوني لابسه محتشم وتكوني لابسه غير محتشم صح. يعني او اللبس اللي هلا ظاهره فيه، شو الشعور اللي بتشعريه؟ اوكي انا حسب اول شيء وين، ما في بكل محل البس نفس الشيء، لكل مقام مقال صحيح. وفي احترام وفي انه وين، يعني انا شغلي كمان غير الثياب بمحل تكنو دي جي وما دي جي وهيك سولف كل هيدا اللبس وشغلي وانا بحب، يعني كل نحن هلا على الشاشه ايه. الملايين عم بشوفونا ببرنامج تلفزيوني صح. كستايلست بتعتقدي انه هيدا اللوك هو المناسب؟ هلا ما ضروري يكون مناسب، اللي مريحني صراحه يعني انا هيك هلا مرتاحه بحس حالي ببيتي. انه لا يوجب التعري لتكوني مثيره، بس انت ما بتعرفي فيك تكوني مثيره باي شيء مجال ثاني غير جسدك. في هلا حتى حجاب بكون مثيره لانه مش بالحجاب ولا بلا ثياب الوحده بتلفت، اللي بتلفت بتلفت ما بيهمني انا خلي العالم باي مجال عم تلفت، يعني هل انت يعني عم تلفتي عم تظهري بطريقه. بس اسمحي لي نور هون كمان احكي عن بعض المحجبات اليوم عم نشوف صح. نوع او يعني للأسف. شريحه من المحجبات بيلبسوا اكثر من سوسن وهنادي، بيلبسوا مفاتنهم اكثر من سوسن بيظهروا من المنطقه. انا ما اقتنعت بالحجاب صح، يعني هي لما حطيته اول مره صح شلحت الحجاب صح وتصرفت لهي بداخلها هي احترمت الحجاب. اما البنت اي بنت ألا عربيه تحترم ما بتحترم هذا الراي. بدي ازيد شغله تسمحي لي، اي بنت بالعالم عربيه متحجبه بقناعتها الله عليه السلام بس بشلها الحجاب 100%. واليوم البنت اللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا المحجبه ولبسها من تحت ضيق هي عم بتفش خلقها لانه هي منا مقتنعه اصلا بحجابها. الحجاب وبدي ازيد شغله بس، البنت اللي تعرضت للحادث الله يشفيكي واكيد مش تنمر هنادي. هنادي لا هنادي شفيت يعني لا لا ماشي حالها لا لا بنت مثل القمر ما حدا عارف فيه، بس هنادي فيها عندها أنا يعني شغله مع احترام لك انا ما عم بناقضك ما بعرفك اصلا، فيها تطلع على السوشيال ميديا لانها بنت حلوه اطيرانت جذابه
تطلع بموهبتها للعالم، اكيد كل انسان عنده موهبه طبعاً. تطلع بموهبتها، بس انا برايي انه هيك على السوشيال ميديا برجع بقول لك ما عم بحكم عليك، انت يمكن قلبك قلب طفل. شو برايك تطلع بمواهبها الخاصه؟ قلت انا برايي هيك على السوشيال ميديا. شو رايك؟ انا موجوده على السوشيال ميديا بمواهبي، اللباس بس هيدا ستيل لباس الفحش على السوشيال ميديا هيدا غلط. ليه؟ انا برايي كل بنت عم تطلع على السوشيال ميديا، خلينا نحكي بس بارت، عم بيجي عم بقول لك انا ما عم بحكم عليك، انا عم بحكي ان جنرال، ما خلينا نحكي ان جنرال شوي. مش قاسي هيدا التعبير؟ مش قاسي؟ منه قاسي، لانه في مليون بنت مسيحيه ومسلمه عم يطلعوا على، بس عم وصل الفكره دقيقه بس، عم يوصلوا وعم يعملوا ملايين الدولارات على التيك توك بمواهبهم باحتشامهم بجمالهم الخارجي قبل الداخلي. اليوم انا بشوف يعني بنت كلاسي، اي رجل بالعالم بيحكي مع بنت اسمها تايتل تبعها كلاسي وومن، كل حدا بنت لابسه على الموضه، نحن مش جايين ورا البقر، لابسه على الموضه حلوه جينز توب اللي بدك اياه ميك اب ماشي، بس باحتشام. بس كمان رابعه اذا بتشوفي البراندات هلا المحترمه مثل زارا وهيك كله في كلاسي ستايل، في فما فاتن مغطاه، لا وفي كمان وفي ملابس بس حسب كيف انت عم تبرزيها، الديبانس على الستايل يعني انا حبتي قايمه. لا لا بس عفوا خليني اسمع نور لو سمحتي، ولا شو بقدم فكر، بس انه انا شخص بيطلع بيلبس لباس شو بتقدمي؟ بحب اسمع انا على السوشيال ميديا بغني اوكي، انا على السوشيال ميديا بعمل. عندك صوت حلو؟ اكيد عندي صوت حلو. اوكي طيب ليه ما عملتي فنانه؟ هيدا حلمي اني اعمل فنانه، انا عم بمشي لاعمل فنانه. انت صوتك حلو بتغني؟ خليني اسمع صوتك لو سمحتي. شو بتحب اغني؟ ليه بدك اياه؟ تفضلي. هلا موتره بس رح بدي شوف يعني اذا كان صوتك حلو. ليه لا بركي بيكون من هالمنبر يعني عم توصلي شيء. الله معك يا هوانا ويا مفارقنا، حكم الهوى يا هوانا وتفارقنا، ويا أهل السهر يلي نطرونا، بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا. طب قديش حلو تطلعي بهالفن، قديش حلو تطلعي بهالفن الحلو على صفحتك. انا بحط على صفحتي هي حسب البروفيل اللي نحن عم نشوفه. طبعا عم بقول لك انت بنت موهوبه، حتى انت عم بتقولي ايم ستايلست، ناقصك لبس عندي حريه. لا انا مش عطول بس انا بدي حدا. بس لحظه ما نحكي سوسن او هنادي، ما نحكي فوق بعض. تفضلي نور. انا اللي بدي اقوله انه حضرتها سوسن قالت عندها موهبه اللي هي انه عندها بصمه معينه، وقالت انه كانت محجبه وشلحت لانه كان مفروض عليها الحجاب. صح. هل انت بتوافقي انه الشخص اذا ما كان مقتنع اذا ما يعمل كان عنده قناعه تامه بسلوكيات والمعنى المعنوي للحجاب ما يلبس الحجاب؟ نعم. لانه سلوكيات والمعنى المعنوي والالتزامات اللي بتترافق مع الحجاب هي اهم من قطعه القماش اللي على الراس. طب المحجبات بس عفوا المحجبات اليوم اللي حاطين بس الغطاء بس للاسف كل جسمهم صار في منهم كثير من دون ما نتخبى ورا. قد ايه عم بيسيئوا للحجاب؟ قد ما بدك، لانه نحن النظره اللي عم نوجهها للمجتمع الخارجي او للاديان المختلفه اللي كلها بتنادي بالحجاب، هن عم بيوصلوا الحجاب بصوره خاطئه، انه انا والله من فوق لله ومن تحت لعبد الله. ولكن هل المحجبه تستطيع ان تتبرج؟ التبرج كمان ايضا حرام اكيد الى حد ما. هلا انت حضرتك في يعني تبرج في شيء بسيط يعني لابراز الملامح، بس مش بمعنى اني قاصده الفت نظر غيري. عندي كثير قصص ثانيه بحياتي بقدر ابرز فيها حالي، في شهاداتي، في الماسترز ديجري، في شغلي، في كثير امور ثانيه ما بيهمني انه يكون جسدي هو اللي بيعرف عني ابدا. قلت بدك تقولي شيء سوسن تعليقا على كلامها. اول ما حكينا قالت انه حتى النظره عندها حرام، ممكن قالت عندي انا يعني ممكن تؤدي لحرام. نعم. اوكي سو اذا بدك تتعمقي بالدين، الميك اب، صوتك، ايديك حرام وبيخلوا الانسان يغلط. اكيد بس فهلا قلتي اللي عم تبرزي مش للعالم، لإلك، فنحن اللي عم نبرزه مش هلا انا كوني على قناه تلفزيونيه مع قناعتك وانا قناعتي. أكيد. كل واحد مقتنع بحاله اكيد 100%. فانا مش عايشه لارض العالم ولا لاقنع حدا. مش لترضي رب العالمين؟ انا وربي انا بعرف قد ايه راضيته، مش بالمظهر انت بس ما هو موجود بالانجيل وبالقران وموجود جواتي وجواتها وجواتها. بس الله ما بعثك تتحارب العالم، الله اذا بده اياك
تنصحهم او تجيبهم لصفك، مش تطلع تهاجمهم على التيك توك. موجود بقرانك وبانجيلك. قراني وانجيلي حضرتك بتدعي وبمشي بمبادئ اللي هن التعامل المعامله المحبه المعامله. بس كمان ما حالك يعني بنت حلوه. انا راضيه حالي، بس كمان انا اهم من كل هول قبل ما نرضي حالنا نرضي الله. انا حاتحاسب. طب ليه بدك تتحاسب؟ ليه ما بتظبطي حالك من هلا؟ مش عارفه انا حاتحاسب. شربيل انت هي موجوده بانجيلك، انت بتتابعي انا وياكي بقرانه وبخاف من ربه اكثر من شخص. بس عفوا هناتي موجوده بالقران وبالانجيل. عرفت شربيل شو موجود بالانجيل؟ شو موجود تحديدا بالانجيل؟ اجسادكم هي هيكل روح القدس. حتى اللي انا عامله تاتوه غلط. مين قال؟ أوكي. ليه مسموح لك تعمل تاتو؟ انا اهم من الله. اسمحي لي بس سوسان شربيل لو سمحت جاوبني على سؤالي، في بيرسينج بدينتك؟ في حلقه. طيب وفي تاتو؟ حريه شخصيه. ليه بتسمح لحالك تتصرف بجسدك؟ هيدا شيء ملفت للنظر. بس اسمحي انا ما عم خطيك، ما هيدا الامر ملفت للنظر. غلط عن غلط بيفرق رابع. كل واحد ليه بتسمح لحالك تعيش حريتك الجسديه على راسي وعيني ولا تسمح للاخر؟ عجبك اليوم بنت بتنزل ستوري اوكي لابسه اوتفيت، لابس شيء حلو على الموضه، نعم. شو حيكون كومنتات الشباب او البنات؟ حيكونوا بطريقه بحدود. طيب حيلا بنت بالعالم هلا جيبيها البنات المحترمين اللي معي اوكي، نعم. تطلع بشيء اسمه مش موضه، اوفر موضه، فحش، كومنتات الشباب شو حيكونوا؟ ايوه بشيلك يقبرني كذا، ما انا شاب وبعرف. انا معك بس فيي اقول لك شيء. انا ضد الفحش. بدك منظر لحد معين، منظر انه مش لابسه. ما في شاب ياخذ بنت بتتستر ما ياخذها ولا مسيحه ولا مسلم اللي بتعمل هيك اخر همها مين بياخذها، اذا بده ياخذها على شكلها اذا بيعرفها. ايه اكيد. بس بدي وصلك لشيء، انا بهيدا اللبس بمشي خلي حدا ياشر علي، بس انا بعرف تحمي قادره تحمي حالك. محجبين بس يروح روزون على الخدمه عن قناعه. بس خليني اسمع، خليني اسمع. تفضلي. عم بحكي كرمال ربي انا. كيف ربك ما بيسمع؟ هنادي جاوبيني سريعا. شو الاشياء هو مقرر ومخلص؟ ما انا بعرف شو مقرر وقاري كثير بالقران. هنادي جاوبيني لالي لو سمحتي. فانا ماشي بس عفوا في فرق. عم بتقولي لي محجبات بس في الجوز على الخدمه او مدري بيطلع صاحبها لعندها. لا 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 هيدا اتهام. لا 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 شو حكي هيدا؟ هيدا تعميم. مش عم بحكي عن حدا معين. هيدا تعميم مش مقبول. مش عم بحكي عن حدا معين. في محجبات محجبين او بيطلع برا، في محجبات عن تقليد صح، وفي محجبات عن اجبار. حسب انت باي مسار بتختاري حالك. هلا انت عن نحن الحجاب منه موضوعنا، نحن موضوعنا بين الحشمه واللباس اللي شبه. في اسالك سؤال اختي آية، انا بحترم نفس الدين الاسلامي اكيد وبحترم انه بس بالاذن منك، بالاذن منك بس شوي. بس عفوا بدي اسالك اسال سؤال. اليوم بيقولوا انه البنت اذا كشفت اجزاء من جسدها ومشيت بالطريق فمبرر للشاب انه يتحرش فيها او يلطشها لانه ملفتة. للاسف. شو بدك يا طبعا هيدي هيدي ليست بس ما بيضقرني. بس بدي هيدي ليست قناعه. هلا بدي اسالك بس اعطيتي مجال لانت بدي اطلع على الطفل يطلع مش مشكلتي اذا بيطلع بس انت ما عم تستفزني. انت عم تخلي الشاب يطلع عليك بنظره غلط. حتى اذا حش غلط ما في شاب بده يعمل عائله بياخذ بنت. لو سمحتوا لو سمحتوا على الشاب هو شربل. بدنا نحكي شخص شخص وبدي اختم الفقره، كل حدا يحكي بكلمه. بس سؤالي الموحد للجميع اليوم، هل اللباس بخلي الشاب او بيسمح للشاب انه يتحرش او يلطش او لا؟ لا التحرش صار اسمه مرض نفسي. هذا التلطيش. التلطيش اكيد ما هي مخليت له مجال. انت سمحتي لحالك تنزلي بثياب هي حره سوبر ماركت؟ هي حره ولا مرات بس هو مريض نفسه ولا لا؟ بس حيلا بنت سؤال مش لابسه، ما في نعم. شاب بالعالم انا عيني ما حيطلع فيها، واذا كان بلا اخلاق حيلطش. مشان كل الشباب هيك. في فرق باللباس اللباس اللي بارز المفاتيح. اسمحوا لي اسمحوا لي تفضلي. شو بدي لطش؟ اسمحوا لي شربل لو سمحتوا. اذا مسرحيه لابسه مزبوط لو سمحتوا اسمعوني شوي. بدي اختم الفقره لو سمحتوا. اذا اللباس مبين مفاتن الجسم كله، ما يعني ما في فرق بين العضو وبين الكنز الا نص سنتي. طب انت لابسه لنقول لباس رياضي بطريق عام او بسوبر ماركت، انت عم تجيبي لحالك التلطيش او الاهانه او المسبه او وات ايفر،
انت اخترتي تكوني بهالموقعيه. صح. انا وقتها امرق بلباس محتشم مستره ما فاتني كلها، بس انا ما بدي برر للمتحرش نهائيا، مش للمتحرش، حره للي عم بلطش. اللي بلطش هو متحرش، بلطش مش انا جاي دافيك. المتحرش في بنات بلطشوا، عنده علاج نفسي، في بنات بلطشوا شباب كمان. بتيجي مع الانسان. تفضلي سوسن، بدي اختم. بالنهايه هي حر، يعني كل حدا كيف هو بيرتاح وكيف هو عارف حاله شو عم يعمل. بالنهايه لا حقنعك ولا حتقنعيني، بس انا اكيد رايي انا اللي بدي بينه. نحن رابع عم تعطي وجهه نظر. هل اللباس معيار اخلاقي؟ نعم ام لا؟ أكيد. طبعا اكيد. شربل هنادي؟ طبعا لا، اكيد لا، طبعا لا. لا. اخلاقي انا اخلاقي ما بتسمح لي اتخطيها، وبيبقى هيدا الجدل. بدي ازيد جمله قبل ما تخطي. ما فيك تحكي بدي، انا بقول ما فيك لاي بنت كل الاديان العالم رح يلتزم بدينه، مش المسيحيه. انا رح اقول جمله بدي اخدم لو سمحت، مش بس بالحجاب، بس الحجاب احدى شروط. بس ما فيك تمشي الدين من طرف واحد. لا اكيد مش من طرف. انا بدي اقول جمله بس، من طرف واحد كان لازم لكن البنت المسيحيه. انا عم اقول لك اسمحي لي سوسن، لو سمحتي لي جمله. واكيد كل الشباب كل العالم حيوصلوا. بس انت عم تقول حيوافقوني راي كل العالم. انا بس اقتنع بالحجاب، بنت المسيحيه او بنت المسلمه، انا بقول لها جمله مشي على الموضه، البسي مسطر، مشي يعني لابسه انت كيس عليكي، بيني جمالك للعالم كله باحترام، والبسوا كلكم مثل ما كانوا عم يلبسوا اماتكم، لانه هن اماتكم الوحيدين اللي عملوا عيال. لانه البنات اللي عم يطلعوا هلا، بعض البنات، في بنات كثير محترمين، بعض البنات اللي عم يطلعوا كرمال الداعم يكبلها او كرمال تلفت الانظار او كذا، ها ما بحياتها حتعمل عائله، هي امك وامي واماتكم بسوا مثلهم. حضرتك قلت انه بيوافقوا كل العالم؟ لا انا اكيد في تبين بوجهات النظر، في ناس بتوافق، في ناس ما بتوافق. بسوا مثل اماتكم وعملوا عيال. شوفي بس اوفر، عم تستعمل كلمات بنات، بدهم بنات باللحظه، والبنات بدنا رجال. نحن بدنا رجال، ما بدنا واحد يجرب. الرجال لما يشوفك مسطره حيكون رجال. ما هو بخليها تكون مسطره بطريقه شربل. شربل مش بالعيال، مش بالعيال، انت قلت في طريقه مسطره. اذا حبيتوا رح تعمل مشكل بحالها، مش غصب، بس مش غصب. انا مضطره اخدم، انا مضطره اخدم لانه ما عم تسمعوا بعض. انا عم مضطره اخدم. يا شربل شربل سوسن، يا شربل شربل لو سمحت، خلص شربل لو سمحت، بدنا نسمع الكل. بدي اخدم معك، المجتمع البريطاني لو سمحتوا، الملكه روح اشتغل، بيوجب على لو سمحتي سوسن، المجتمع البريطاني الملكي بيوجب البنت تلبس ستار منا محجبة ولكن محتشمة، وفي سلوكيات معينة بترافق لباس الملك البريطاني. هيدا أبرز دليل على الموضة. على كل حال هيدا يعني النقاش لا مش حيخلص، وهو بمثل أو بفرجة شريحة من الشعب اللبناني أو صورة عن الشعب اللبناني أو عن الشعوب العربية بشكل عام. نحن مجتمع ربي على مقولة كل عزوقك والبوس عزوق الناس. هيدي فكرة انزرعت براسنا من نحن وصغار، فكرة كبرنا معه واكتشفنا مع الوقت أنها فكرة كتير غلط، وفي شيء بسببها ربى جواتنا غلط، أنه ليه أصلاً مطلوب منك تلبس على ذوق الناس. اليوم كل واحد منا يلبس على ذوقه، هو مش على ذوق حدا تاني. إذا كان ذوقه أنه يكون متحرر بيلبسه، هيدا ذوقه. إذا كان هيدا حريته. إذا كان ذوقه أنه يكون محتشم بلبسه، ملتزم بمعايير دينية معينة، ايضا هيدي حريته. بالنهايه المهم يكون القرار قراره مش قرار الناس.